مرحبا، اهلا وسهلا بكم على قناتي. اليوم راح اخليكم تقضون اليوم ويانا. طبعا راح نروح لكذا محل ونسوي شوبينج. ما اعرف ليش هالفتره كل اسبوع نحتاج نروح نسوي شوبينج، بس قبل ما نروح على المحلات راح نروح نجيب مشروب من ستاربكس. طبعا ما احب اشرب هواية اشياء من برا او حتى اكل اكل من برا، احب انه اسوي كل شيء بالبيت انه صحي اكثر. بس اوقات انه احسها مثل الحلويات انه اتونس بيها من اشتهيها، فعجبني انه مشروب من ستاربكس اليوم بما انه الجو هم حار. شوف استنى دا تنام هي وقاعدة. فهسه وصلنا على ستاربكس. طبعا احنا دا نسوي درايف ثرو، احنا ما اعرف شنو المصطلح بالعربي، بس نسوق بالسيارة نطلب المشروب مالتنا. فاكو تقريبا 3 سيارات او 4 قدامنا، فبس راح ننتظر وبعدين انه نطلب مشروبنا. ستيلا كلش فرحانة، تحب تجي هنا همين، لانه هنا بستاربكس من عندكم كلب ينطوهم حلويات او همين ينطوهم يسموه بوب كاب، انه كاب صغير ويخلون بيه كريمة، وستيلا كلش تحبه. فهسه ستيلا هذا الكاب اللي بيه كريمة، شوفوا ايش قد صغير ينطول للكلاب. هذا مشروبي لليوم اسمه Golden Ginger Drink، انه مشروب مال زنجبيل، كلش طيب. طبعا طعمه يذكرني بالخريف وكلش احب الخريف. طبعا نقدر نجيب ندخل كلابنا بهذا المحل، يبيعون بيه اغراض للبيت وهيجي. شوفوا كل هذول البطاط يعبرون الشارع موقفين الناس كلها. كلش هواية منهم. راح نبقى هنا اليوم كله ننتظر هذول البطات مثل السحالف السحلفات يمشون ببطء. طبعا هسه رجعنا على البيت وما عندي وهس اطبخ واسوي عشاء، وكلش كنا جوعانين فجبنا اكل من برا. هسه راح ناكله، راح اشوفكم الاكل اللي جبته اليوم. طبعا جبنا الاكل من مطعم ايراني، كلهم يشبه الاكل العربي بالضبط، فكلش احب اكلهم، دائما نروح ونجيب اكلهم. راح اشوف لكم الاكل اللي جبناه. فهذا الاكل اللي جبناه من المحل الايراني او المطعم الايراني اسمه شيراز، هو انه اربل رايس، انه هذا التمن، التشيكن كباب، طماطم مشويه، بصل، هنا التزيكي صوص، حمص وخبز. فأني وشان طبعا جبنا مثل الشيء. فهذا المول الثاني اللي عندنا اياها من محلاته من برا، طبعا هم هسه معزلين، بس اجينا هنا لحتى نحاول نشوف انه مثل السينما يخلوها هنا ونقدر نصف بسياراتنا ونشوف فيلم. فدا نحاول نشوفه، نحاول نلاقي وين هو. اعتقد يمكن شايلي لانه يخلوه كل اسبوع، كل يوم سبت وجمعة. بدا اشوف لحد هسه، بشوف الشمس ايش قد حلوة. ده غريب، اسفة الشباك شوية وسخ. اوكي، فلقينا مكان وين يخلون الشاشة، فيخلون الشاشة هنا مال السينما ونقدر نصف سياراتنا هناك ونشوفها. بس اكيد شالوا كل شيء لانه اليوم يوم الاحد، وهم بس يخلون شاشة كل يوم سبت وجمعة. فهذا المول من نانا كلهم مسدودين هسه لانه يعزلون من وقت يوم الاحد. فراح يمكن نجي هنا يوم السبت الجاي. طبعا الشبابيك مفتوحة مال السيارة لهذا السبب، شعري كله يروح كل مكان. بس يمكن نجي هنا السبت الجاي ونشوف فيلم. طبعا الافلام قديمة مو جديدة، لانه اعتقد هذول السينما بلاش، مو سينما عادية، انه بس يخلون شاشة، انه المول يخلي شاشة والعالم يقدرون يصفون بسياراتهم ويشوفون الفيلم من سياراتهم او يقعدون برا السيارة. فهذا اللي راح نسويه السبت، يوم السبت الجاي، وحسا نعرف المكان مالته. شوفوا السما شقد حلوة، هناك السانسيت. فهسه بنمشي ستلا، طبعا تبقى توقفنا اذا تشوفوها ما اعرف ليش، بس راح نمشي لهاي البحيره الصغيره اللي بالبارك، شوفت لكم اياها الاسبوع اللي راح. وطبعا هوايه عالم
سألوا إذا أكو تماسيح بهاي البحيرة ولا ماكو تماسيح. شلون are you throwing rocks on me؟ شلون طبعا ده يرمي حجر علي من هذا الحجر الصغار. يلا كمان. اوكي فهاي هي البحيرة اللي صورتها الأسبوع اللي راح هاي ستلا هنا. وهواية عالم سألوا إذا أكو تماسيح بيها، لا ماكو تماسيح بيها. طبعا هذول العالم هناك دا يتصورون ماكو تماسيح بيها. أكو ضفادي، أكو السمك، ما نشوف هواية تماسيح هنا بكنتاكي. مو ما نشوف هواية، ما عندنا أي تماسيح هنا بكنتاكي. بالعادة التماسيح هم بولاية فلوريدا، شي كلش طبيعي هم عندهم إياه، بس إحنا ما عندنا إياه هنا بكنتاكي. اللي تلاقوه بكنتاكي هم غزال، سناجيب، بس مو تماسيح. لحد هسه أكو عالم هنا بس إحنا أمريكا ممنوع شخص يجي على المنتزه بعد ما الدنيا ظلم. فالساعة 9:30 لازم الكل يطلع من البارك، لأنه الساعة 9:30 راح تصير ظلمة ظلمة. هسه إنه أكو ضوء شوية، فحد هسه أكو عالم هناك دا يتعشون على القاع. هسه رجعنا على البيت، هسه الساعة شوية بعد التسعة. خلوني أشوف أي وقت. 9:15 هسه الساعة 9:15 بالليل. راح أغسل مكياجي وبعدين راح أروح أسوي لي شاي أخضر بدون كافيين، وراح اشوف فيلم ويا شون. وهسه بعد ما مسحت مكياجي وسويت عنايتي ببشرتي راح اخلي كل الماعين النظيفه اللي هم هسه غسلت الماعين بس انه اوريدي مغسولين ونظيفين، فراح اخليهم بمكانهم بالكابنت، وبعدين راح اسوي لي شاي ونروح نشوف موفي. وهسه هذول كل المواعين الصغيرة الكبيرة وطاساتهم كلهم هنا ومضبوطين. فهسه خلصت هذا، وهسه راح أكمل المواعين الباقين أخليهم بمكانهم، مثلا كل الخواشيق والشوكات وكل هذول الأشياء يروحون هنا. فهسه شوفوا كل الشوكات والخواشيق وال سكاكين القص مال الاكل نظيفين فخليتهم هنا. فهسه بعد ما خليت كل الماعين النظيفه بمكانهم، خليت الماعين الوسخه اللي اكلنا بيهم اليوم هنا، فهذول وسخين راح يمكن نبلشها بعد يومين بس تنملي. بس خلوني اشوفكم شلون صفطت كل شيء. طبعا كل شيء بقي مرتب، هناك ناقص جدر لانه مخليته بالغساله وسخ. بس كل شيء انه هيك يسهل شغلكم من كل شيء ترتبو هنا، كل أدوات المطبخ اللي نطبخ بيها هنا، كل اليوتنسلز اللي ناكل بيهم، الخواشيق، شوكات، سكاكين. هنا هم عندنا كل ستات الماعين اللي نستخدمهم، الكوابة، الطاسات مال سلط. هناك عندنا طاستين همين بس هم هسه وسخين، مخليهم بالغسالة. طبعا شلون لحد هسه ما نبدل، بس اني بدلت وجاهزة اشوف فيلم. فقبل ما ننهي هذا الفيديو اكيد نريد نوجه تحياتنا. انا اختاريت شخص وشون اختار شخص، فتحياتي اليوم الكرار من بغداد. شكرا كرار على متابعتك الفيديواتي وعلى دعمك لقناتي. تحياتي لهودا شمري. تحياتي اليوم كانوا لهدى الشمري. شكرا هدى على متابعتك لقناتي وعلى دعمك لها. So do you want to say something before we end this video? Well, I kind of feel bad. Why? We ran out of time to have Dwayne The Rock Johnson on. Sorry guys, next video. You gotta learn this in Arabic. Well, yeah. Dwayne The Rock Johnson. That's number one. Number two, again, get me more followers than Kylie Jenner on Instagram. Okay. فتابعونا على الانستغرام، راح اخلي اسامينا بصندوق الوصف. واكيد مثل كل الوقت دائما يقول لكم انه ما عندنا وقت لدوين ذا روك جونسون، فراح يجي بالفيديو الجاي. طبعا على فكره هاي مزحه، شلون يحب يسويها كل الوقت ما اعرف ليش، لانه اثنيناتنا نحب ذا روك دوين جونسون، فلهذا السبب دائما يقولها.
فأتمنى أنه حبيتوا هذا الفيديو. شكرا هواي على مشاهدتكم، وراح أشوفكم بالفيديو الجاي. باي.